فتح ملعب الشهيد رويبح حسين بجيجل أبوابه أمام المناصرين في عدد لم يعهده من قبل. أزيد من 40,000 مناصر جاءوا من كل ربوع الولاية لمساندة فريق شبيبة جيجل ضد الضيف مولودية بجاية في مباراة قمة القسم الثالث في أجواء خيالية صنعها مناصرو الفريقين. روح رياضية عالية، أجواء رائعة يعني بين فريقين عريقين، مولودية بجاية وشبيبة جيجل. ما زالت كما قلت من المقابلات وإحنا رانا بفارق 8 نقاط على الملاحق. نتمنى إن شاء الله يعني المباراة القادمة إن شاء الله نحقوا الفوز حتى نؤكد الصعود إلى المحترف الثاني إن شاء الله. مقابلة كانت صعيبة، نظن فريقين اللي لعبوا آخر أوراق تاعهم، نظن تعادل ماهوش نتيجة خايبة، إن شاء الله جولة أو جولتين نحسموا الصعود لصالحنا. والله مقابلة إحنا كنا نتمنوا هذا الجمهور يمشي فرحان، ما الحمد لله بقينا على الفارق تاع 8 نقاط هو الأهم. مباراة لعبت أطوارها لحساب القسم الثالث، الأنصار كانوا على أهبة الاستعداد وعاشوا مجريات اللقاء بكل روح رياضية. كما شفتوا ما تصعب شوية، جاتني كيف جات باش ديفوندي، إحنا لوبجيكتيف سيتي دو غاني، مي لا غالب. ديفوندو مليح، ايكيب واقفه مليح يا خويا، لوبجيكتيف كاسي غاردينا لي 8 بوين هادوما، ان شاء الله نكملوا فيها حتى نطلعوا ان شاء الله. ونشكر هذا الجمهور الحاضر هذايا، نقول لهم يعطيكم الصحه على السند، بارك الله فيكم، والقادم افضل ان شاء الله، وبربي ان شاء الله جي اس دي ان شاء الله في ناسيونال دو ان شاء الله. انتهت المباراة في وقتها الرسمي وانتهت معها التكهنات، وضمن الفريق كرسي الريادة ووضعوا نصب أعينهم إكمال درب الفوز والتتويجات فيما تبقى من عمر البطولة، فهدف الصعود ما زال يفصلهم عنه 8 جولات، ومنه التركيز والمثابرة وإسعاد جمهور كان الاستثناء وصانع التميز.